تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان جلاله ملك البحرين توجه بالتهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم متمنيا لمصر وللشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار من جانبه بادل الرئيس سيسي الملك أو ملك البحرين التهنئة بهذه المناسبة داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والبركات